السلام عليكم اخوان، محاضرتنا لهذا اليوم هي تخص موضوع اللوكيمياز. وفي بداية الموضوع احب احكي كم سلايد جنرال، يعني يكون كفتح للامور حتى واحد يفهم اللوكيميا وطبيعة السيلز. اول شيء راح احكي على السي بي سي انتربريتيشن، والسي بي سي اللي هو كومبليت بلاد كاونت. واعتقد هو يعني ماكو طبيب ما يطلب في بداية ما يشوف اي مريض اذا ما يطلب هذا السمبل تيست. وهذا ذا انباوع هنا this is the fishbone distribution of the cells اللي موجودة بالcomplete blood picture او complete blood count بالplatelet والوايت بي سي والهيموغلوبين والهيماتوكريت. الهيموغلوبين والهيماتوكريت هنا يخصون الار بي سي اندكس. كل الكومبوننت اللي موجودة عندنا بالسي بي سي جزء من اذا كان الار بي سي والاندكس مالتها انا حكيت عليه المحاضرات اللوكيم الانيميا سابقا، وحكينا الاندكس مالت الار بي سي كليتها. الشيء الثاني اللي احب اليوم اوضحها، بعض نحن خاف تمر عليكم فت كلمة انتم ما سامعيها او كفت شيء بالكيسز ديسكشن اللي تجي بالامتحان حتى تعرفوا احنا وين واقفين وين جاي نشتغل. الموضوع البيرفرال بلاد سمير اللي هو الموضوع الثاني اللي بعد يعني ويا السي بي سي يطلب، وهذا احنا نسوي البيرفرال بلاد سمير ونطلبه حتى نعرف المورفولوجي او ديفرنت سيلز. فهنا انا خليت كم مثال للخلايا اللي هم مثلا عندك الماتشور لارج نيوكليتد ار بي سيز، هاي تشوف هنا الار بي سي الطبيعيه وهذه اللارج ماتشور نيوكليتد. طبعا هي نورمال هي نوت نيوكليتد، وهذا تشوفه اكثر مشوفه بالانيميا والثلاسيميا والهايبوكسيميا. هذا السلايد الثاني اللي هو سفيروسايد شكل مال الار بي سي اللي هو شكل مو سفيروسايديه بس هنا عندك الديسكويد، هاي شكل الكره. فبالهيرد سفيروسايتوسيز بالهيموليسيز. هنا عندنا الرينجت ستروبلاست تلاحظ انه موجوده بالليد بويزنينج، وعندك البيزوفيليك ستيبلينج او دي ار بي سي ايضا بالليد بويزنينج، والالبتوسايت هاي اللي مصحوبه ساحبه طوليه صايره بالالبتوسايتوسيز، والستوماتوسايت ايضا بالستوماتوسايتوسيز او بالديهايدريشن. يعني لذلك انا اقول لك يعني اسمع بيهن ذني لانه من تنسي بالكيسات بعض الاحيان بالاورال اكزامينيشن او بالكيس ديسكشن او بروبلم سولفينج ممكن تسال على هذه الكلمات والمصطلحات اللي انت المفروض عندك ببالك شنو اللي معنيها بيها. الاكانثوسايت اللي هو وايد فولدد اللي ستار لوك بالليفر ديزيز، وهذه الماني فولدد سيلز اللي هي اكينوسايت بالكيدني ديزيز وتارجت سيل طبعا هيموغلوبينوباثي. شتيسيوسايت اللي هو بيس اوف ذا ار بي سي بالهيموليسيس، والتيريدروب طبعا معروفه بالمايلوفايبروسيس او اسبلينيا. الاسبلينيا تختلف عن الهايبوسبلينيزم. الهايبوسبلينيزم يعني هايبو فانكشن، بس الاسبلينيا يعني ماكو سبلين اصلا، اما انه نوت فانكشن ات اول او ما موجود. هذا اللي حكيناه سابقا ما يخص الار بي سي. احنا قلنا الاندكس وانواع حكينا هناك بالمحاضرات الانيميا، وبعدين حكينا عن البيرفرال بلاد سمير. هسه باقي عندنا الجزء الثاني من الجنرال هو الوايت بي سي، الخلايا البيضاء اللي مثلا كلاسيفيكيشن مالتها يعتمد طبعا على السيل لينج وعلى الستراكشر. السيل لينج احنا سابقا حكينا انه اكو مايلويد سيريز وكلومفويد سيريز، اما الستراكشر اللي هو نقسمها الى جزء جرانيولر وجزء اجرانيولر. هذه هنا الالوان اللي خليتها اللي هو ان بي اي ال ام، يعني مقصوده انا خليتها حتى لا تنسى الوايت بي سي. وهذني اول ثلاثه اللي هن جرانيوليتد نيوتروفيل وبيزوفيل وايزينوفيل، اما الليمفوسايت والمونوسايت هم اجرانيوليتد اجرانيولر ما بيها جرانيولز. طبعا خليتهم بالالوان كل واحده لانه نيوتروفيل هي اصلا خضراء والبيزوفيل هي زرقاء، وهذه تكون تقريبا برتقالية او قريبة للاصفر، واللمفوسايت اللي هي يعني لونها تقريبا بلوش، والمونوسايت لازم تاخذ حضرك انه يعني احنا نقول جرانيوليتد يعني بيها جرانيول، هنا اجرانيوليتد ما بيها جرانيول. لازم تاخذ حضرك من هذا المصطلح اجرانيولوسايتوسيس. اجرانيولوسايتوسيس ما يعني انه ما بيها جرانيول، لا ما يعني انه ما يكون نيوتروفيل، يعني انه نيوتروبينيا سيفيرلي نيوتروبينيك. مريض ماخذ كيموثيرابي وصاير سيفير مايلو سبريشن، لما تيجي تسوي له سي بي سي فيطلع جرانيولوسايتوسيس صفر الجرانيولوسايت او نيوتروفيل.
طبعا عموما احنا impossible to differentiate T cell lymphocyte from B cell lymphocyte اللي بالflow cytometry حتى نشوف الكلاستر differentiation عن السي دي اللي هو قلنا سابقا هو مثل الاي دي كارد. الوايت بي سي اذا زادت بطريقه سيستماتيك فهذا معناها انه اكو انفكشن وتزداد في اذر بارت من اكشن مع الاكتيفيتي مال الاميون سيستم. لكن لما تكون الزياده مالت الوايت بي سي ان كريزي واي واسيستماتيك فذس از انديكيت مالجنسي، وهذا المالجنسي قد يكون لوكيميا وقد يكون لمفوما. هنا نحكينا انه قلنا انه هذه المايلويد سيريز مال الوايت بي سي واللمفويد سيريز واللمفويد سيريز اللمفوبلاست والمونوبلاست وخليتها بهذا الحقل، وطبعا هذه الجرانيوليتد سيلز. طبعا الوايت بي سي عددها يعني من 4000 الى 11000 او الى 10000، يعني فرق عن الار بي سي. الار بي سي بالملايين، وطبعا هي ايضا فرق عن البليتلت. البليتلت بالمئة الف مثلا 150000 الى 500000 الى 450000. فالوايت بي سي تعتبر كلش مهمه لانه هي بارت اوف ديفنس ميكانيزم اللي هو بروتكت ذا بودي اجينست انفكشن. موضوع ثاني حبيت انوه عليه حتى نعرف شلون تشتغل الدنيا ويانا باللوكيميا وباللوكيميا. طبعا عندك هنا الليكوسايت تكتب بالسي او بالكي نفس الشيء. الليكو هو معناه ابيض والسايت هو السيلز فمعناه الخلايا البيضاء. وموجوده الليكوسايت في مكانين، موجوده بالبلد وموجوده باللمف. البلد تعتبر انه في كلوز سيركوليشن واللمف تعتبر open circulation. البلد سيستم تجي هنا نتباوع هذه الصورة، يبتدي البلد يعني pushing from the right side of the heart to the lung. the oxygenated blood يروح للرئة ياخذ أكسجين يرجع للleft side of the heart. من الleft side of the heart pumping خلال الأورتا يروح للتشو يصير تبادل الغازات ويرجع the oxygenated مرة ثانية وتستمر الدورة. الليمفاتيك اللي قلنا هي open circulation، يجي البلد يمر خلال الكابيلاريز كابيلاري ليمفاتيكس فيدخل هنا كبلازما وار بي سيز. وطبعا خلال الكابيلاري راح يصير فلتريشن، البلازما تعبر اغلبها تروح للفينوس سيستم، والمتبقي جزء المتبقي منها طبعا الخلايا تعزل والمتبقي منها راح يصير بي فلترد خلال الليمف نود. والليمف نود طبعا هي بارت اوف اميون سيستم اللي هي تشتغل بديفنس اجينست دي بودي انفكشن. فاريد اوصل لك مسج انه اكو لمفاتيك سيركوليشن واكو بلد سيركوليشن، ومتى ما كان اكو ابنورمال سيل بالبلد سيركوليشن فهي راح تعطي لوكيميا، ومتى ما اكو ابنورمال سيل باللمفاتيك سيركوليشن فراح تعطي لمفوما. اذا اخذت بلد سامبل وخليتها بريسبيتيت في البلد لانه يكون البلازما والار بي سي، فما انه الار بي سي بالملايين فهي اثقل فبريسبيتيت لجوا والبلازما تصعد لفوق، وبين هذين الطبقتين تبقى طبقه كلش ثن وايت بافي كوت يعني تحتوي على الوايت بي سي وتحتوي على البليتلتس وهي وايت لانه من الوايت بلد سيل. لكن في بعض الاحيان نلقى هذه يعني الطبقه هذه الواحد بالمئة اللي صغيره كلش تصير خضراء، وهذه بسبب النيوتروفيل لأن النيوتروفيل أصلا هي لونها أخضر. اللوكيميا احنا قلنا سابقا it's a liquid malignancy واللمفوما it's a solid tumor، والفرق بيناتن مثل الفرق بين يعني الليموناد and ليمون. اكو overlapping بين اللمفوما واللوكيميا، اكو يحصل overlapping مثلا CLL chronic lymphocytic leukemia من اسمها هي اللوكيميا، لكن بعض الاحيان اللوكيميك سيل تروح للليف نود تسوي لمفوما اللي نسميه سمول لمفوستيك لمفوما. وذلك المصطلح اللي يجي بالتشخيص هو CLL/SLL يعني كرونيك لمفوستيك لوكيميا اوفرلابينج سمول لمفوستيك لمفوما. طبعا كل بيشنت يجيك اذا تعرف عنده لوكيميا او لمفوما اول ما تطلب له سي بي سي. ليش تطلب سي بي سي؟ حتى تشوف البلاست. طبعا نيكست ستيب تطلب البون مارو اسبيريتان بايوبسي. Another example overlapping عندك البيركت لوكيميا والبيركت لمفوما اثنيناتهم يحتوون على الكروموسوم نفس الكروموسوم ترانسلوكيشن اللي هو 8 14 مال المايك جين وحكينا عليه
بالبيركت موضوع الليمفومات. عموم البلاد ديس اوردر هو قسمها يعني خارج الطاقة عن اللوكيميا قسمنا البروليفراتيف ديس اوردر. البروليفراتيف حكينا عليها مع الويت سيريز وايش من السيامر والبوليسايتيميا فيرا والسنشل ترومبوسايتيميا وبرايمري بون مورو فايبروسيس واللمفويد سيريز اللوكيميا واللمفوما والبلازما سيل ديس اوردر اللي هي مايلوما وتوابعها والهيماتولوجيكال مالجنسي بالخصوص يعني بعد اكثر التخصص من هذا الموضوع اللي هو انكريز الوايت بي سي كاونت ايضا اللوكيميا بانواعها الاي ال ال والاي ام ال والسي ال ال والسي ام ال واللمفوما والمايلوما. انذر ديس اوردر اللي يصير عندك هنا بالبلاد هو المارو فيلر ديو تو ايضا بلاستيك انيميا المثال معناته بيور ريد سيل ابليزيا او مايلودس بلاستيك سندروم الام دي اس. وعندك بناين ديس اوردر اللي يصير اللي هو نسميه ليكوسايت رياكشن. والليكوسايت رياكشن ايذر كوالتيتيف اور كوانتيتيف. كوانتيتيف يعني زياده بس بالكاونتس، اما كوالتيتيف هو ليكومويد يشبه اللوكيميا ليكومويد او ليكو ارثروبلاستوسيس. ليكو اللي هو حكينا قلنا انه ابيض احمر بلاست اماتشور. ذس از ديس اوردرز اللي موجوده بالبلاد. سيدك تفتهم وياي انه الخلايا لما تكون نورمال شلون تفترق شلون نفرقها عن الاب نورمال او شلون شغل الاب نورمال عن النورمال. النورمال عاده البروليفريشن يكون بوليكلونال يعني هذه نوع تنطي هذني هذا نوع ينطي هذني هذا نوع خليت بالالوان المختلفه. ريجولر ماكو يعني مو هاب هازارد وريفرسبل من تطي تريتمنت توقف اذا كان اكو يعني بروليفريشن أكثر من الطبيعي. أما لما يكون نيو بلاستيك نيو بلازيا هنا نوعين either هايبر بلازيا أو كانسرس. خليت الكانسرس باللون الأحمر على مود يعني تعرف إنه الخطر. ميزاتها مونوكلونال يعني نوع واحد من الخلايا هي اللي بروليفريت و irregular proliferation و irreversible ما يرجع لوحده. زين نأخذ مثال على هذا الموضوع مثلا البيلينفوسايت من أرد أشوف أنه هل أكو نورمال لمفوسايتوسيس. أخذ النورمال مثلا 3KL اللي هو جابان لمدا إميونوغلوبين بالنسبة بعدهم 3-1 من يزداد صار هنا مثلا 6 وهنا 2L بقت النسبة هي 6-2. This is just hyperplasia. This is just hyperplasia not cancerous. شو وقت تكون cancerous؟ This is cancerous. إنه كان 3KL 3-1 صار كلهن K. This is monoclonal. This is polyclonal. هذا نوع وهذا نوع يعني replication. This is just monoclonal. نوع واحد هو اللي ينقسم. واضحة؟ هذا الفرق بين hyperplasia cancer ونورمال. قلنا سابقا الهيماتولوجيكال مالجنسي وايضا اللوكيميا لنفوما مايلوما واللوكيميا This is subtypes. لوكيما mostly due to increase the white BC والwhite BC حتى ما تنسى this is the MBELM مختصر معلته هو monoclonal malignant cell arising from where from the bone marrow stem cell. leukemic cells لما تصير عندنا وتحدث راح تترسب يعني أول ما تبدأ تتجمع بالبون مارو فcrowded this bone marrow من بعد ما crowded راح تسوي pancytopenia. طبعا لو هي كراودد بالبول مارو راح تروح للبيرفرال سيركيليشن ولذلك السي بي سي مهم بيرفرال سمير مهم اطلبه. وطبعا متاستسايز ثرو ذا بودي ممكن ترسل بالاورجانز وتسوي مشاكل ثانيه. ليكومويد رياكشن هذا المصطلح مهم جدا انه تعرفوه لانه اني قلت هو بناين سابقا بالتقسيمه مع الهيماتولوجيكال ديس اوردر قلنا انه واحده من التقسيمات هو ليكومويد رياكشن بناين بروسيس not cancerous look like leukemia من اسمه leukemoid يشبه اللوكيميا لكن هو مو لوكيميا هو rising the count of the white blood cell أكثر من 50,000 ولكن not due to cancer process just process stressful condition أما microbial pathogen أو stress. وطبعا leukemoid reaction maybe myeloid series involved or leukemoid series involved. الأسباب مالته قد يكون هيموريج كسترس دابسون تريتمنت ستيرويد سلفا وستريسفول كونديشن وانفكشن مثل التي بي والبرتوسيس.
او كان ديفرنشيت ذيس از ليكومويد رايزنج يعني مع الوايت بي سي كاونت اكثر من 50,000 هل هو ليكومويد رياكشن او مالجنسي؟ سهله، ممكن اطلب بس اللاب سكور اللي هو ليكوسايت الكلاين فوسفاتيز سكور. وطبعا الكلاين فوسفاتيز سكور هو تدري انه هذا الوايت بي سي كانت نورمال وشغلها طبيعي، فابتيك مال هذا الكلاين فوسفاتيز عالي فيصير عندك السكور عالي. لكن اذا كانت هي كانسر السيلز الوايت بي سي فطبعا ما راح تستخدم هذا الكلاين فوسفاتيز، فذلك السكور يكون كلش قليل. كديفرنشال دياجنوزز للكومويد رياكشن بدون ما اسوي اللاب سكور او يسمون يعني نسموه الناب سكور اللي هو نيوتروفيل الكلاين فوسفاتيز سكور، كل ما يكون عالي ذس از بيناين بروسيس، كل ما يكون قليل ذس از مالجنت بروسيس. ديفرنشال دياجنوز مالته هي سي ام ار. اللوكيميا انسيدنس بالعموم بالادلت مور ذان تشيلدرن، الميل مور ذان فيميل. الاي ال هي اكثر وحده مشهوره من اللوكيميات، الاي ال اكثر وحده بالاطفال. من عمر المريض هل ممكن انه اعرف شنو نوع او اخمن نوع اللوكيميا؟ اي ممكن احط ببالي مبدئيا شنو نوع اللوكيميا. مثلا اذا كان العمر حد ال 14 سنه فانا احط ببالي اي ال ال. عمر 40 الى 60 سنه ممكن احط ببالي اي ام ال او سي ام ال. عمر بعد ال 60 احط ببالي سي ال ال، ما احط غير شيء، بس ممكن احط في النسبه قليله للاي ال ال. وهذول طبعا يكونون فيري بور بروجنوزز اند داينج كيس. هذا المخطط أنا حطيته مهم جدا لكم، لأنه بالكيسات راح أحط لك الـ age of the patient، المفروض أول ما تباوع على age تخمن which type of leukemia. leukemia either acute or chronic. الأكيوت هي بما أنه اسمها acute معناها young patient، الكرونيك بما أنه chronic هي old patient. بما أنه قلت هي acute وهو young يعني بعده صغيرة، إذن البلاست is immature. بلاست immature، والبلاست معناها عالية جدا. من أقول إن immature وبلاست معناه early block maturation، ولكن شنو replication مستمر. هنا نجد أقول إن بما أنه أقول chronic و old age إذن مو بلاست، أقول site. يعني ما أقول lymphoblast، أقول lymphocyte. بينما هنا أنا شو أقول lymphoblast. هنا أنا معناها من أقول insight معناه maturation تقريبا كامل، يعني ليت بلوك، لذلك البلاست ما اعتمدها كلش فتكون كلش قليلة. الأكيوت either ALL or AML. الALL طبعا قلنا اللي أكثر شيوعا، والAL ميزتها تروح للتستس والCNS أكثر وهي الموست كومون تايب. وهنا تكون اللومفوبلاست، واللومفوبلاست إذا تتذكرون شكلها هي medium size granular scanty cytoplasm increasing nuclear cytoplasmic ratio less prominent nucleoli. الAML acute myelogenous leukemia و myeloid leukemia ايضا بلاست لانه acute وتكون large more cytoplasmic granule عبارة عن our roads هاي العصي اللي موجودة عندك. اما الكرونيك هي either CML or CLL، والCML هي من الميلويد يعني myelocyte والنيوتروفيل within basophilia. اما اللمفوسايت اللي جاية من الليمفوبلاست بس بالكرونيك صارت ليمفوسايت، وتتميز بسموج دسمير اللي هو أقلي. لا تذكرون الأطخ راويتكم إياها سموج. شوف هنا أنا الأل وهنا أنا الأل. هنا أنا الأل خذت ليمفوبلاست لأنه بالأكيوت، وهنا الأل خذت ليمفوسايت لأنه بالكرونيك. This is the myeloid series. This is lymphoid series. إذا أردحت على leukemia, this is acute myelogenous leukemia. And this is acute lymphoblastic leukemia. This is white blood cell كليتها داريد نحددها. This is acute myeloid leukemia. And this is acute lymphoblastic leukemia. إذا تشوف هاي الخضرة اللي هنا أنا حطيتها يعني كمثل لك بس الأول رودز الموجودة بالميلوجينوس لوكيميا والميلوبلاستيك لوكيميا. طبعا اللي هي هاي زيروفيليك جرانيول اللي هو أول رودز which is peroxidase positive due to greenish neutrophil produce. وإحنا قلنا النيوتروفيل هي أكثر وحدة نسبة 60%، ذلك هي تعطي هذا البيروكسيدase positive أو البيروكسيدase color.
ريسك فاكتور فور ليوكيميا ان جنرال. وانا ما دا احكيك ذا كوز ريسك، جا اقول ريسك جينيتيك انفيرومنتال فاكتور انت نيو بلاستيك ايجنت ككيموثيرابي ممكن انه تعالج فد شيء بالمالجنت يطلع لك فد لوكيميا، ايونايزنج راديشن. والايونايزنج يختلف عن ايونايزنج راديشن. ايونايزنج راديشن اللي هو هاي انرجي راديشن مثل الالترا فايلوت لايت مثل الاكس راي الجاما راي بالعلاج الاشعاعي، هذه طبعا كليتها كانسرس تعتبر. بعكس النون ايونايزنج اللي هو لو فريكوانسي عندها لكن يعني كريسك للكانسر مو ما تسوي تسوي ولكن لاس دنجرس ريسك. انا دار هوشكن لنفوما تريتمنت ممكن تصير بها او مو بس التريتمنت مع الهوشكن لنفوما، هي الهوشكن لنفوما اذا صارت ترانسفورميشن ممكن ترجع للوكيميا البنزين اكسبوجر والمالتيبل مايلوما. هذا الحكي اللي كنا نحكيه كليته حتى بس اوصل لك فكرة عن اللوكيميا ان جنرال، وهي مثل ما قلنا انه مونوكلونال سيل ارايزنج فروم دي هيموبويتيك وايت بي سي، وانه يانج بيشنت وبلاست اكثر من 20 وايذر مايلود اور لنفويد، وبالسيلز راح تكون اماتشور ايرلي بلوك ولكن ريتيرند ابيليتي تو كونتينوس ريبليكيشن. ومن بعد ذلك قلنا انه هيموبويسيس من تجمع هاي البلاست راح تسوي انه كراود دي هيموبويتيك سيلز فراح تسوي بانسايتوبينيا، بس بنفس الوقت راح تقلل باقي الخلايا، فلذلك البيشنت عرضه للانفكشن وعرضه للبليدنج وعرضه للانيميا. وايضا اللوكيميك سيلز ممكن تروح للبيرفرال سيركوليشن مثل ما قلنا، وممكن توصل للسوليد اورجان. ومن يعني امثله السوليد اورجانز اللي توصلها البلاست ممكن توصل للسي ان اس، وهذه اكثر ما تكون قلنا بالال، ممكن توصل للتستس وتسوي انفيرتيليتي، وممكن توصل لل وايضا لانه وجودها العفو بالبون انه بلاست وينترس البون كله بلاست فيصير بون تندرنس اند بون بين، وخاصه الاسترنال مكان السحب او بالاليا كريست مكان سحب البون مورا اسبريت، ممكن توصل للسبلين وتوصل للليفر، وطبعا هو اصلا والليف نود ممكن توصلها. وهنا نصير عندك الليمفوبلاستيك لوكيميا، ليمفوبلاستيك لنفوما لوكيميا، طبعا كلش خطر تصير. الكلينيكال فيتشر اوف لوكيميا ان جنرال، الانست عاده تكون ابروبيت انست، دائما يكون بانسايتوبينين لان كراودد البون مور بواسطه البلاست، وبالنتيجه طلع عندك انيميا وار بي سي قليل فصار فتيق، نيوتروفيليا قليله عندهم صار انفكشن، البليتلت قليلة ثرومبوسيتوبينيا صار عندهم بليدنج، وهنا البليدنج يكون ميكوزال بليدنج معناه سوبرفيشال بليدنج مو ديب بليدنج، يعني مو هيم اريثروسيس لانه الكوجوليشن فاكتور نورمال ما عنده مشكله بالبليتلت. ممكن يصير هيباتوسبلينوميجالي بسبب شغلتين مع الانفتريشن او بسبب الاكسترامدولر هيماتوبويسيس، ممكن يصير جنرالايزد بينلس لنفادينوباثي، ممكن يصير بين بالليف نود اذا كان سوبر ادد انفكشن، بس هي عموما هي لنفادينوباثي بينلس لنفادينوباثي. تي سيل تايب لوكيميا ممكن افكت ذا سكين تستس وال سي ان اس افكتد باي اي ال ال كومونلي، قليل نشوفه بالايام. اللابوراتوري انفستيجيشن البيرفورال بلاد اذا اريد اشوف النورموسيتيك بات ماكروسيتيك انيميا ممكن تشوفه ديو تو فوليت ديفيشنسي، لانه السيل رابط سيل تين اوفر فانه كونسيومينج للفوليت السريع. البليتلت ترومبوسيتوبينيا الوايت بي سي عاده تكون قليله لكن ممكن تشوف الكاونت مالها كلش عالي اكثر من وايت تكون طبعا بور بروجنوستيك فيتشرز. البلاست ايذر مايلويد بلاست او لنفويد بلاست، والمايلويد بلاست ايذر مايلو بلاست او مونو بلاست، وفرق المايلو بلاست عن المونو بلاست هو وجود الاور رودز والجرانيول عاد اكثر. الليمفوبلاست ايضا هنا تكون عندك يا بوزيتيف تو ذا تي دي تي اللي هو تيرمينال ديوكسينيوكليوتيديل ترانسفيريز وهو دي ان اي بوليمريز، وايضا يا بوزيتيف للباس اللي هو بيروكسيديز شيفستين. البون مارو بايوبسي هايبر سيلولر البلاست اكثر من 20%، وطبعا ماكو بيشنت عنده لوكيميا اكيوت لوكيميا يجي 20% كل 60% و80% يوصل كل البون مرور بلاس باي بلاس، ذلك انه يكون البون تندر
طبعا الميونستوكيمستري والميونسيتوكيمستري مهم جدا حتى اعرف هل يتي اور بي سيل والسب ديفيجن مالتها او الليمفويد اور مايلويد. حتى اشخص اللوكيميا ان جنرال فاحتاج ذيس از بوينتس لابس اللي هو ايرلي ذن مورفولوجيكال اناليسيس ممكن انه بلاد سمير سيتوجينيتك ستدي للكروموسوم ترانسلوكيشن مولكيولار ماركر سيتوكيمستري ايضا بيروكسيديز شيفستين واستريز وسودان بلاكستين كل هذا يحتاجين كلاستر سي دي كل يحتاجين حتى اوصل للتشخيص مالت اللوكيميا. هذا الكلام كله كان بنحكي يعني اكيوت لوكيميا ان جنرال. هسه دا اخصص الكلام بهذا الشكل سلايد البقن عندي هو على الاي ال ال. الاي ال ال از موست كومون كانسر ان تشيلدرن موست كومون تايب اوف لوكيميا. الاي ال ال موستلي ان داون سندروم عمر اقل من 14 سنه. كل ما يكون اكثر من 14 يكون بور بروجنوزز. ممكن يجي بالايردرلي اللي اذا تتذكرون سلايد مال الايج سسبشن ويكون بور بروجنوزز. الاي ال ال كلاسيفيكيشن ايذر بري بي اور بي او تي. احسن هي البري بي. البي والتي ما سيئات حقيقه. البري بي اللي هم تشيلدرن وترايسومي عندهم 21 دولا قال الداون سي دي مالتهم 10 كومون ليكوسايد او كومون ايلال انتيجين طبعا لانه هي الليمفوبلاست لانه تكون سي دي 19 وسي دي 20 بوزيتيف. ممكن يكون ترانسلوكيشن 22 في لادي في الكروموسوم بس هذا يكون بعد بروجنوزز. الترانسلوكيشن الزين هو 12 21. البي سي ال البي سي ال بي سي ال 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 هو ترانسلوكيشن مالته 8-14 تشبه البيركت لنفوما ممكن يكون 8-22 او 2-8 بس هي قلنا بور البي. التي اسوأهن كلهن لانه ادلت وانديرين ميديستان الماس يجون برزنتيشن مالتهم بديسنيا وسوبرير فينكافا سندروم ويصير عندهم بلورال فيوجن ويصير عندهم ريسبيرتوري ديستريس سندروم وسوبرير فينكافا مثل ما قلنا ويكون سي دي 3 بوزيتيف لانه تي سي ال قلنا انه اقل من 10 هو يقصد التي سي ال 14 كيو 11 و7 كيو 34. هذول بالاضافه انه مو بس من ديستان الناس يجون تي سي ال حتى يجون بتروكيليار لنفادينوباتي ممكن وطبعا الديسني اللي اول ما يمشي بيه هو الديسني لانه ميديستان البرزنتيشن. ولذلك اذا سالت كسؤال عن انه شلون تعرف البيشنت هذا تي سي ال او بي سي ال اي ال ال تقول له انا ممكن انه هو ويمشي او هو قاعد على السرير اذا ما اخذ البراير بوزيشن مال سوبرير فينا كافا سندروم او الدرس باراتر ديستريس ذس از موستلي تي سي ال لوكيميا. اوكي ان فيفربل بروجنوستيك فاكتور باللوكيميا بنقول ان فيفربل يعني يحتاجون شنو بون مور ترانسبلانت افضل شيء بدل ما احاول بالكيموثيرابي وهل يعني بلاند انه البون مور ترانسبلانت افضل شيء. الايج اكثر من 60 هذا كلش سيء يعتبر عكس اللي عمره اقل من 14 سنه. الوايت بي سي كاونت اذا كل ما يكون عالي كل ما يكون سيء. ماتشور بي او تي ذس از بور البي البري بي هو احسن. فيلاديلفيا سيء ال21 12 21 احسن. الجود بروجنوزز ممكن انه نعطيهم كيموثيرابي ويصير عندهم كيور بالكيموثيرابي يوصل حد 80%. اما ذولا البور بروجنوزز لا يعني خلي بالك انه البون مارو ترانسبلانت افضل. التريتمنت اوف ذا اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا اول شيء ستابلايز ذا بيشنت. بيشنت يجيك اصلا توكسيك يعني لانه بروبيتونس ترومبوسايتوبينيا فنطيهم بليتلت ترانسفيوجن. الفيفر والجرانيلوسايتوبينيا دائما يحتاجون بلاد كلتشر وانتي بايوتيك سوتابل انتي بايوتيك وليكوستاسيس يحتاجون ليكوفريسيس لانه الكاونت اكثر من 100,000. الوايت بي سي اقصد البريفنت تيومر لايسيس سيندروم لانه رابيد تيرن اوفر. مو بس التيومر لايسيس سيندروم يعني مو بس ديو تو رابيد تيرن اوفر اوف ذا ديزيز ولكن الكيموثيرابي ايضا من انطي لانه رابيد لي ريسبونس فيصير رابيد ديستركشن اوف ذا سيلز فالابوريت دي كونتنت اللي هو البوتاسيوم والفوسفات يطلع من السيتوبلازم واليوريك اسيد يطلع من النيوكليوس ويروح لل سيركيليشن فيسوون رينال فيلر وغاوت. فذلك كان المفروض انه حاسب حسابي على الهايدريشن والزايلوريك اللي هو اللوبيورينول مهم جدا لهذول البيشنت. هاي بالبدايه كتريتمنت ستابلايز ذا بيشنت جنرال كونديشن. ذن ذا سبيسيفيك تريتمنت اوف اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا وهي عباره عن ثلاث فيسات اندكشن فيس وكونسوليديشن فيس ومينتيننس فيس.
الاندكشن فيس تو اندكت ذا ريميشن. شوف حتى يصير شفاء نسميه ريكفري او ريميشن، اما من يصير ريلابس او ريكرنت نسميه ريلابس، الريكرنت نسميه ريلابس، اما الريميشن او الريكفري الشفاء هو هذا، هذا الاندكشن اوف ريميشن. طبعا ننطي انه في بي اي ال اللي هو الفي بي او الفينكريستين وياها بريدنزولون بلس ماينس اسبرجينيز وياها الادريامايسين. طبعا هنا هذا الفيس الاندكشن فيس، فيس سريع خلال 4 أسابيع ننطي. طبعا اكثر المالجنت بلاستر راح كلها تروح ابليتد، وهو هذا الايم مالتنا انه نمحي البلاستر من البون مارو والبيرفورال بلاد بهذا البروتوكول اللي هو في بي اي اللي هو فينكريستين بريدنزولون بلس ماينس ادريامايسين وذ اسبرجينيز. هذا راح اغلب البلاستر ويل بي ابليتد. لكن شنو مشكلتنا بهذا الاندكشن فيس؟ الاندكشن فيس بمشكلتين، المشكله الاولى هي الريزيستنس تو كيموثيرابي، وهذه كارثه تعتبر هنا انه يعني حقيقه يكون ايرلي ريلابس ان ايرلي ديث. والمشكله الثانيه الانفكشن اللي راح يصير، لانه ما يلو سبريشن فظيعه راح يصير هنا، يصير نيوتروبينيا. فايش سويت اذا صارت هاي المشكله؟ انه ننطي مايلويد جروث فاكتور جي سي اس اس اف، والجي سي اس اف حقيقه يعني ما يحسن لك السيرفايفل، لكن يقلل لك فتره النيوتروبينيا، يعني ما يخلي التوكسيسيتي فتره طويله، ما يخلي البيشنت نايم بالمستشفى فتره طويله، يقلل فتره مع النيوتروبينيا، يحفز البون مارو تو برودوس نيو ستيم سيل حتى ترجع ريسيومينج ذا نورمال سيل. طبعا انه ممكن انقل الار بي سي والبليتلت وبلاد ترانسفيوجن، ايضا ممكن انقل انه البيشنت يكون توكسيك. ف this is the induction phase. الفيس الثاني اللي هو consolidation، باعتبار أنا دخلت بريميشن بالإندكشن فيس. طبعاً إذا ما دخل بالإندكشن لازم أعيد الإندكشن مرة واثنين وثلاثة. بس اللي ما يدخل بالإندكشن من أول مرة هذا حقيقة يكون غالباً resistant. بالconsolidation phase دخل ريميشن البيشنت بعد الإندكشن، جاني هنا أنا لازم أسوي له consolidation بهاي دوز كيموثيرابي، والهاي دوز كيموثيرابي هاي دوز ميثوتراكسات واندوكسان وسايتوسين ارابينوسايت او يسموه سايتوسار. طبعا هذا الكونسوليديشن فيز هو اصل بالموضوع الريميشن، اذا ما اخذ المريض راح يول بي ريلابس، كل المرضى اللي ما ياخذون كونسوليديشن ويل بي ريلابس. ولذلك انا الكونسوليديشن از مانديتري ان اكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا حتى يطول الريميشن ويزيد السيرفايفل، برولونج ذا ريميشن اند امبروف ذا سيرفايفل. طبعا ان انا قبل ما تعالج اللوكيميا بعد ما سويت ستابلايزيشن خاصه الاميال ويانج، انت يفضل انه اسك بيشنت تو فريز ذا سبيرم بالسبيرم بانك قبل ما تبدي تعطي هاي دوز كيموثيرابي، قبل ما تعطي تستكولار راديشن، لانه تدري هذا راح يصير عندهم بالنيكست فيوتشر انفيرتيليتي. ممكن بالدول المتقدمه يسوون جين اكسبريشن بروفايل اللي هو دي ان مايكرو اري حتى يعرفون شنو البروجنوزز وجايد ذا ثيرابي. المينتنس فيس اللي هو الفيس الأخير اللي هو لونج تايم فيس، يأخذ تقريبا 3 سنوات، يستمر البيشنت عليه من بعدها إني ما دخلنا يعني بإندكشن أو ريميشن وكونسوليديشن، ندخل على المينتنس فيس. هاي فترة 3 سنوات هو يستمر بالمراجعات مالته والمتابعة ويأخذ لودوز أورال كيموثيرابي اللي عبارة عن 6 مركابتوبيورين ويا ميثوتراكسيت، وهذا كله حتى شنو ماينتين ذا ريميشن وبريفنت ذا ريكرنس. عندنا CNS and testicular prophylaxis، هذني أكثر شيء قلنا إحنا بالعيال الليجن، ممكن ننطي انتراثيكال كيموثيرابي اللي هو ميثوتراكسيت وسايتوسين أرابينوسايت ويا هيدروكورتيزون، بعض الأحيان نحتاج كرينيال راديشن خاصة باليونج. وهذه ليش نستخدم هذني؟ لأنه أول شيء CNS أكو بلد برين بارير فيمنع البينتريشن أوف كيموثيرابي بروبابلي تو ذا برين. والنقطة الثانية اللي الأيالات تدرون هي أكثر تندنسية لها للCNS، كذلك التستس كذا يعني هي لذلك نحتاج هذا الCNS والتستكلور بروفيلاكسس. بون مورو ترانسبلانت إز لاست أوبشن. خلي بالنا البيشنت اللي عنده فيلادي اللي فيه كروموسوم ترانسكريشن 29 دولار بور بروجنوزز، فأفضل شيء تستخدم لهم إيماتيني بكليفك اللي هو تيروسين كانيز إنهبيتر، ستارت جيتينج ذيس تيروسين كانيز. تشفد معلومة على السريع،
هاو تو بريفنت اي ال ال. اكو بعض الدراسات تقول انه اذا المراه الحامل اخذت فوليك اسيد وفوليت خلال البريجننسي مالتها ممكن تقلل الريسك اوف ذا او الانسيدنس اوف اي ال ال ان نيو بورن. لين انا خلصت وياكم محاضره الاكيوت لمفوبلاستيك لوكيميا مع اللوكيميا ان جنرال كانترودكشن. ان شاء الله نشوفكم على خير، ان شاء الله تكونوا مستوعبين الموضوع.